التطرق إلى جميع القضايا التي تمس هموم الناس ويتناول الملتقى على ثلاث حلقات متتالية عن صيانة الوحدة الوطنية. وكثير من المحطات بالنسبة اللي مرت بها الحركة العمالية والداعم الأساسي للوحدة الوطنية اللي هي المحطة الأولى نقدر نقول انتفاضة هيئة الاتحاد الوطني في 54 في عام 1954 والتي وحدت الشعب البحريني بكل طوائفه وتمخض عنها لجنة وطنية. والمحطة الثانية في 65 اللي هي انتفاضة مارس واللي كان الحراك مالها أثر فصل 1500 عامل بحريني في شركة نفط البحرين بابكو واللي أدى بعد الفصل انتفاضة عارمة في البحرين دعم للمفصولين ودعم للحراك اللي في البحرين ومطالب ديمقراطية. و 72 73 حراك العمالي اللي صار في 72 73 واللي تمخض عنه أربع نقابات عمالية اللي هي ألبا والصحة والكهرباء والإنشاء والمحطة الأخيرة اللي هي ممكن الكل يتذكرها اللي هي كتلة الشعب. كتلة الشعب اللي كل الشعب البحريني يعني التف حولها ودعمها ووصلت يعني كوادرها إلى البرلمان البحريني والكل يعرف أن كتلة الشعب كان من ضمن برنامجها الحراك العمالي. في هذه المحطة اليوم 40% بالفعل. في هذه الندوة اليوم تكلم في كلمتين، كلمة للأستاذ جعفر خليل الأمين العام المساعد للإعلام والنشر بالاتحاد العام نقابات عمال البحرين والرفيق فلاح هاشم الأمين العام الأمين نائب الأمين العام كله جعل بالنا الاتحاد نائب الأمين العام للشؤون السياسية. نبدأ بكلمة الرفيق فلاح، تفضل. شكرا رفيق، أسعد الله مساكم بكل خير. في الحقيقة يعني لما اتصل في رفيق أبو شفيع يطلب أن أشارك في هذه الندوة يعني طرأ في بالي سؤال، يعني في الوقت الحالي إحنا دائما نسأل أو دائما نكرر الوحدة الوطنية. موضوع الوحدة الوطنية طبعا موضوع مهم بالنسبة إلينا، وأنا أعتقد في الوقت الحالي يعني دائما الإنسان يكرر الشغلة ويسأل عن الشغلة اللي محتاج إليها أي اللي تنقصه. فهل بالفعل احنا نمر بأزمة في الوحدة الوطنية؟ اعتقد يعني تناول موضوع دور الحركة بالذات العمالية والنقابية في صيانة الوحدة الوطنية لابد نعرج على شوية تاريخ، ويمكن ذكر الرفيق علي في مقدمة عن هذا. عبر التاريخ الوطني المجيد للطبقة العاملة البحرينية والذي صنعته بجدارة وتضحيات كبيرة عبر خوضها وانخراط طلائعها وقياداتها في النضال الوطني العام الذي خاضه شعبنا البحريني من أجل حرية واستقلاله عن المستعمر وفي مواجهة المؤامرات والمشاريع الاستعمارية التي تهدف أو هدفت إلى تفتيت وحدته والسيطرة عليه ومن أجل نيل قدر من الحرية والعدالة الاجتماعية. فمنذ الثلاثينيات من القرن الماضي وما عرف بثورة الغواصين في عام 1932 وانتفاضة المزارعين في 1934 حيث كانت الحياة الاقتصادية لشعب البحرين في تلك الفترة وقبل اكتشاف النفط تعتمد اعتمادا كليا على الزراعة والصيد واستخراج اللؤلؤ، والاحتجاجات التي خاضها الشعب البحريني ضد الإجراءات التي اتخذتها السلطة لفرض ضرائب قاسية على الصيادين والاعتداءات المتكررة على مزارع الفلاحين والمطالبة بقانون ينصفهم وينظم شؤونهم ويمنع الاعتداء عليهم. مرورا بالخمسينيات ودور حركة الهيئة الوطني والتي استطاعت ولأول مرة في تاريخ البحرين السياسي المعاصر أن تقوم بتنظيم العمل الوطني وتوجيهه بما يصون الوحدة الوطنية ليكون الدور الأبرز للطبقة العاملة في انتفاضة مارس 65 التي عقبت عملية فصل عمال بابكو والتي شهدت الحركة العمالية دورا ونشاط كبير تم فيه تأسيس أول اتحاد عمالي على مستوى البلد. لقد كان بداية تشكيل الطبقة العاملة البحرينية بعد اكتشاف النفط
وعمليات استخراجه، والتي استقطبت الكادحين من الحرفيين والعاملين في مجال الزراعة والغوص، حيث كانت البدايات الأولى للمطالبة العمالية في عام 1938 كأول إضراب عمالي، وتوالت بعدها الإضرابات حتى مجيء انتفاضة 54-56 التي أحدثت فيها نقلة نوعية في وعي ونضال الطبقة العاملة وتنظيم القوى المجتمعية، حيث تمت تشكيل أول اتحاد عمالي العمال والموظفين وأصحاب المهن الحرة على مستوى النقابي، والذي ضم في عضويته ما يقال أو ما يقارب 14,000. وتم إقرار أول قانون عمل ينص على حرية تشكيل النقابات والاتحادات المهنية في عام 57، وعلى الرغم من ما تعرضت له هذه التشكيلات النقابية من قمع وإرهاب على يد جهاز المخابرات والسلطات الاستعمارية في تلك الفترة، إلا أنه لم يمر سوى عقد من الزمن حتى جاءت شرارة التي أطلقها العمال في انتفاضة 65 نتيجة التسريحات التي قامت بها شركة نفط البحرين بابكو حين أقدمت على فصل، يمكن ذكر الرفيق، 1500 عامل بحجة تخفيف نفقاتها، ما سبب سخطا ونقمة حولت البلاد إلى انتفاضة عارمة وشملت جميع مواقع الإنتاج والمؤسسات الحكومية، وراح ضحية هذه الانتفاضة شهداء تعتز بتضحياتهم البحرين عامة. وليعاود الحراك الشعبي والعمالي في إضراب عمال الكهرباء في 68، وبنفس المطالب السابقة من بينها مطالب تشكيل نقابة عمال الكهرباء. ومنذ البدء كانت الوحدة العمالية تمثل هاجسا لدى القوى الوطنية والحركة النقابية كسلاح رئيسي في نضالاتها من أجل تحقيق مكاسب عمالية أكبر. فجاءت ولادة اللجنة التأسيسية للاتحاد العمال والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة في البحرين عام 71، إلا أن هذه التجربة لم تستمر لظروف العمل السري والمطاردات البوليسية للقيادات العمالية والوطنية، حيث تمت تصفية اللجنة التأسيسية وتشتيت قيادتها. بعدها شكلت فترة المجلس الوطني 73 الفترة الذهبية للحركة العمالية بسبب الانفتاح النسبي الذي أفضى إلى إمكانية تطوير أساليب النضال الجماهيرية، وكان الكوادر الوطنية سبق المبادرة في حيث خاض العمال في شتى مواقع العمل الرئيسية نضالات من أجل شرعنة العمل النقابي وتحقيق مكاسب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعموم المواطنين وقدمتهم العمال. وفي زخم هذا النضال أو النهوض الثوري والنضالي تم تشكيل 4 نقابات عمالية ذكرهم رفيق علي، وهو نقابة عمال ألبة ونقابة عمال الصحة ونقابة العاملين في قطاع البناء والأخشاب ونقابة الكهرباء. لقد تصدى الطبقة العامل البحريني وهي في خض نضالها الطبقي إلى عدة مهمات، أهمها المحافظة على الوحدة الوطنية والمساهمة في النضال من أجل الاستقلال الوطني والمطالبة بتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية على الرغم من المعوقات والصعوبات التي اعترضتها، وأهمها التشكيلة الاجتماعية للمجتمع البحريني التي استقرت عليها خاصة بعد فترة نهاية السبعينات من القرن الماضي، وبروز دور القوى الهشة في الاقتصاد البحريني عن طريق توزيع الريع بين بقايا الإقطاع وقوى البرجوازية التي اقتصر نشاطها فيما يتعلق بالعلاقة مع الشركات والمصالح الأجنبية. وعلى الرغم من هذا الجانب المشرق ما ذكرناه لنضالات شعب البحرين عامة وطبقته العاملة خاصة، يجب أن لا نغفل عما نعيشه الآن من مخاطر محدقة بالوطن عامة، وإلا ما معنى أننا نتنادى والجميع ينادي بالوحدة الوطنية وأهميتها وكل هذه الفعاليات والندوات والبيانات والتصريحات من قوى متعددة، أي ما بمعنى نحن في حاجة إلى التوقف أمام هذا. أعتقد أننا في فترة يجب أن نتفكر جيدا في ما آلت إليه الأوضاع، وهي أوضاع ليست مقتصرة على البحرين وإنما تشمل المنطقة، والأحداث الجارية الرهيبة التي تدور في المنطقة ليست غائبة عن بال أحد ومن المستفيد منها، وعلى ما أعتقد هي نتاج غير بريء لسياسات ليست غائبة عن بال أحد من المستفيد منها، وعلى ما أعتقد هي نتاج غير بريء لسياسات قوى عالمية تهدف منها إلى استدامة سيطرتها على المنطقة ونهب ثرواتها وتتقاطع معها مصالح بعض القوى المستفيدة، والتي عملت القوى الكولونيالية والنيوليبرالية حسب تعبير الشهيد مهدي عامل، يقول يعني مقتطف من مقالة الشهيد مهدي عامل، يقول عملت هذه على تكريس سيطرتها وإعاقة التطور، أي القوى الكولونيالية عملت على تكريس سيطرتها وإعاقة التطور ولجوءها لتطوير قطاعات مشوهة وما يرافق ذلك من تعفن وطفيلية وتحويل استغلال قوة العمل إلى استغلال إنسان كنوع عن طريق، وهي طبعا انتهى الاقتطاع أو المقتطف، عن طريق تعميق الولاءات المذهبية والقبلية بشتى أشكالها ليسهل السيطرة عليها على الطبقة المسحوقة. وهنا نتذكر كلمة ماركس عندما قال
وهو في عملية الولاء وتجميل عملية الاستقلال عن طريق الولاء الطائفي، يعني جسمه والمذهب، وهنا لتصبح مقولة ماركس: العبد الذي يسيل لعابه عندما يصفق راضيا ومجملا حياة العبودية ويعجب بالسيد الطيب الصالح فهو عبد حقير. يساهم فيها بدور كبير البنية الاقتصادية وهو الاقتصاد الريعي وما يتبعه من علاقات توزيع هذا الريع بتلزيم بعض المقاولات والخدمات وتعيين حصص لبعض القوى والشخصيات من العطايا والإكراميات والنفوذ في أجهزة الدولة، في أجهزة الدول عامة، يعني ليس فقط دولة واحدة في المنطقة، تبعا لمدى ولائها ومكانتها الاجتماعية، ما أدى إلى تنامي دورها المجتمعي وتمكينها من السيطرة على مفاصل المجتمع بقدر تمكنها من التحكم في توزيع هذه العطايا والقدرة المالية التي استخدمت وتستخدم في توجيه وصياغة وعي جمعي وولاء من الفئات الكادحة متعارض مع مصالحها، مصالح الفئات الكادحة. فما معنى هذا الاحتراب والاقتتال بين شعوب المنطقة العبثي وبشعارات طائفية بغيضة بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية يضحى بالبسطاء منهم في حين يتم وبصورة علنية استنزاف خيرات ومقدرات المنطقة وتغييب دور شعوب المنطقة وبدون أي رؤية واضحة للمستقبل؟ إنه من المؤكد أن هذه المهمة ليست مسؤولية الحركة العمالية وحدها منفردة، بل كل القوى الوطنية، إلا أنه من منطق المصلحة الوطنية والطبقية للحركة العاملة أيضا يحتم عليها أن تكون سباقة للمشاركة في تحمل هذه المسؤولية لما لها من انعكاس مباشر، حيث أنه بقدر تعمق الانقسامات على أساسات غير متعلقة بتوزيع الثروة وعلاقات العمل سيكرس ويعمق مدى الاستقلال التي تتعرض له هذه الشرائح الكادحة ومن مختلف انتماءاتها. ولنا أمثلة في المنطقة كثيرة وما ألت له الأوضاع، أوضاع الطبقة العاملة بالذات والمسحوقين في العراق ولبنان، يعني واضح صورة مدى وصلت إليه أوضاع الكادحين في هذه المنطقة. وفي الحالة يذكرني حقيقة بالنسبة إلى الولاء شو اسمه بعض الأحداث وبالذات في لبنان، في لما كان رئيس أمين لحود رئيس لبنان صار صراع بينه وبين الحريري حول خصخصة قطاع الاتصالات، وتم تجيش الشارع على أساس أن هذا حق للمسيحيين بالنسبة للرئيس أمين لحود وبالنسبة إلى الحريري الأساس هو مدافع عن السنة، وفي الأخير طبعا لم يستفيد الإنسان اللبناني، وإنما في الوقت الحالي من أغلى ومن أخف الخدمات في المنطقة العربية هي الاتصالات بالذات لبنان، وتم استغلال وجيش الشارع. حادث آخر قبل سنة ونص تقريبا كان في حركة المياومين في لبنان أيضا وهم العمال اللي يشتغلون باليومية في شركة الكهرباء لبنان، اعترض الوزير جبران باسيل على نبيه بري على توظيف العمالة لأنهم من الشيعة وأن رايح يخل بالتوازن المسيحي الشيعي في داخل كهرباء لبنان، إلى أن تم التسوية ما بينهم بحيث أن يتم توظيف أي مبنى، في حين أن القطاع الكبير من العمال هم يشتغلون لمدة سنين كثيرة بدل ما يعطون رواتب شهرية ولهم حقوق الموظفين، يعني يستغلون استغلال فادح والنتيجة سنة. في هذا السياق نرى ضرورة، وطبعا هذا قص عليه أمثلة كثيرة ليس فقط في لبنان، في العراق، في كل دولهم، في هذا السياق نرى ضرورة أهمية مشاركة الحركة العمالية من مؤسسات المجتمع المدني بتفعيل دورها بشكل منسجم مع أهداف تساهم في استعادة وحدة المجتمع وتعميم ثقافة المجتمع المدني وتجسيدها في الوعي الجمعي للشعب، وهي لن تتم إلا بتعزيز الوعي والتحول الديمقراطي يتم من خلال تعميم ثقافة المشاركة والحب والتسامح والتواصل مع الجميع ورفض منطق الاستقواء والإقصاء ونبذ العنف، لأن الوطن للجميع وليس لجماعة. في الواقع مثل ما ذكرنا عن لبنان، يعني حقيقة في عندنا هني بعض المؤشرات، وأنا أعتقد أنها مؤشرات بالفعل مهم أن احنا ننتبه لها جدا. عملية في الوقت الحالي يعني يتم، يعني وخلنا نشير إليها بصورة مباشرة، نشهد في الفترة الحالية عملية تنفيع حقيقة وتقسيمات طائفية في العمل بالذات في التوظيف في بعض المناطق معينة أو في بعض القطاعات المعينة. الأسوأ من هذه أن هذه عملية التنفيع جرت حتى إلى أن وصلت إلى الحركة العمالية حقيقة، بحيث أن يصبح أن أحد بعض القادة العماليين يرون أنه من المنافع أو أنه من المكاسب أنه يستطيع أن يوظف في هذا القطاع أو يوظف في ذاك القطاع أو في هذه الشركة أو في ذيك الشركة عبر كسبه ولاءات للعمال. طبعا هذه بتكون خطوة جدا خطيرة على الحركة العمالية على أساس أن سيبقى ولاء العامل هذا إلى من وظفه لا من المدافع عن مصالحه، وسيعزز هذا الانقسام. سأتوقف عند هنا وسنترك الموضوع إلى النقاش آخر. شكرا.
شكرا للرفيق فلاح على كلمته واللي تناول فيها كثير من المحطات. في البداية بدأ كلمته بتساؤل هل نحن نمر بأزمة، وكثير من المحطات اللي ذكرها اللي هي ثورة الغواصين، دور هيئة الاتحاد الوطني في تأسيس أول اتحاد العمال البحريني، انتفاضة مارس، قانون 57، قانون العمل 57، وضربات عمال الكهرباء، وتصفية اللجنة، وطالب في من ضمن كلمته ان يعني مش يكون في دور كبير للحركة العمالية في تجسيد الوعي. الآن الكلمة الأخرى مع الأستاذ جعفر الأمين العام المساعد للإعلام والنشر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. في الواقع هناك طبعا تشابه بين ما طرحه الأستاذ أبو فهد، لأنه يصب في نفس الموضوع، ولكن سوف أستشهد فقط ببعض المحطات. وقبل أن نبدأ، هناك عوامل التقاء الحركة العمالية والوطنية. أهم هذه العوامل أن حركة التنظيم النقابي هي أكبر حركة مؤطرة تعبر عن مجمل القوى الوطنية والشعبية. البيت الواحد فيه العامل، والتعبير الجديد الآن الموظف، المدرس، كلهم عمال. إذن هم يمثلون الحركة الشعبية الوطنية في أي بلد. قس على ذلك كل البيوت بما يمثل الوطن. إذن الحركة العمالية في كل بيت موجود عمال، إذن الحركة العمالية هي الشعب، هي الوطن. إذن هذا عامل أساسي للالتقاء بين الحركة العمالية والوطنية، ويعتبر من أهم العوامل. العامل الآخر، الحركات العمالية كان لها الأثر الأكبر في مقاومة الاستعمار في الوطن العربي ومحاربة الاستغلال على المستوى العالمي. لو تلاحظ أن على سبيل المثال يمكن في تونس والجزائر ومصر يمكن أوضح من البحرين. البحرين طبعا واضح أن الحركة العمالية انبرت إلى مقاومة الاستعمار، خصوصا في أحداث 1965، إلا أن في دول يمكن طال الكفاح مثل الجزائر أو غيرها. هذا الكفاح الذي استمر إلى سنوات طويلة كان يؤكد أن الحركة النقابية في تونس مثلا والجزائر هي شريك فعلي في تحرير الجزائر وفي تونس. إذن هناك التقاء واضح وجلي بين الحركة العمالية أو النقابية والحركة الوطنية. الرزق أو لقمة العيش يعتبر عامل مشترك يوحد الجميع عندما يصبح خطر يحول النضال العمالي إلى وطني. وأحداث أريد أرجع وأقول أن 65 كانت واضحة، والآن سوف نستشهد بها. أن 65 عندما هبوا العمال لمناصرة 1500 اللي تنفصلهم، وخرجوا الطلاب وكل من لشغل وما للشغل، اللي هو عامل وغير عامل، حتى الفلاحين خرجوا. إذن يحقق هذا المعنى أن هناك التقاء فعلي بين الحركة النقابية والوطنية. تاريخ الحركات العمالية في البحرين امتدادا طبيعيا وخطا متوازيا للحركات السياسية والنضالية التي شهدتها الساحة البحرينية طيلة العقود الماضية. أبرز هذه الصورة طبعا في تاريخ الحركة العمالية ما شهده العام 1938، عندما رفع عمال شركة نفط البحرين مطالبهم بتشكيل نقابة على أساس وطني وديمقراطي، على أساس وطني وديمقراطي. إذن واضح الصورة هنا أن هناك التقاء، وبل امتزاج في الواقع وليس التقاء. طبعا علاقة هيئة الاتحاد الوطني باتحاد عمال البحرين، استطاع الباكر أن يستفيد من التجربة البريطانية. مجرد فقط تم تأسيس الاتحاد، أول ما تبادر إلى ذهن الباكر هو تأسيس اتحاد العمل، ما يسمى اتحاد العمل البحريني. تم طبعا في عضويته 15,000، وكلكم تعرفون مع اختلاف 14-15 مهم. المهم هو أن ملاحظة الباكر بأن مباشرة يتجه إلى تأسيس اتحاد، يريد أن يستثمر القوة العمالية في مساندة الحراك الوطني، وفعلا نجح. ممكن أبسط لولا يعني طبعا قمع الحركة العمالية
وأيضا الحركة الوطنية حينذاك، إلا أن التجربة يمكن أبسط شيء من خلال الإضرابات التي ضغطت على أو أجبرت الحركة الشعبية أو الإضرابات الشعبية، أضغطت على المستعمر البريطاني أن يستجيب إلى إدخال العمال وباسم اتحاد العمل البحريني، حكومة الانتداب أن تدخل في نقاش وفي مفاوضة لصياغة قانون العمل 1957 طبعا. فهذا يؤكد لنا أن كيف تفكير السياسيين أو تفكير الوطنيين كان تماما ينصب على أن لا يمكن تحريك الشارع ولا يمكن الاستفادة من الشارع باستفادة واضحة كفاية إلا عندما نستفيد من الحركة العمالية. انتفاضة مارس طبعا أبرز ممكن محطة نضالية في تاريخ البحرين، 1500 عام اللي تنفصلهم من بابكو، كانت السبحة المفترض تنخرط إلى 3000 عامل. هنا بغيت أشير لنقطتين، إن الوحدة الوطنية أحيانا تكون في الأزمات وأحيانا تكون في الرخاء. تكون في الأزمات الصعبة تكون أكثر قوة، وأحيانا تكون في الرخاء، ولكن الرخاء يحتاج إلى ديمقراطية وشفافية. سوف أضرب مثال، عندما يكون هناك سعة من الديمقراطية والشفافية يمكن أيضا أن تتوحد مكونات الشعب، تتوحد. سوف أضرب مثال بعد قليل، أخذ هذا المثال. هذه الأزمة يمكن أشد ما فيها أن كثير من أبناء الشعب البحريني تركوا أعمالهم، تركوا اللي ترك مزرعته واللي ترك البحر والغوص، كلهم توجهوا إلى بابكو، توجههم إلى شركة نفط البحرين أو بابكو. بنى عندهم أمال أن يبنوا حياتهم من جديد، والخصوص مع كساد الغوص، فأصبح ما عندهم خيارات كثيرة. تفاجأوا أن مع هذا الخيار الوحيد اللي لجأوا له أصبحوا محاربين في أرزاقهم، وهناك تهديد بفصلهم. هذا التهديد خلق عند الشعب البحريني كافة إن كله مهدد، وليس الألف وخمسمية، كله مهدد في حياته. لأن عندما تساوم الناس أو تنازع الناس في قرص، في القرص تكون مصيبة عادة. ولم طبعا الشعب البحريني حياته كانت في تلك الفترة هي حياة متردية وضعيفة جدا، وهذا عبارة عن هذا الرزق البسيط اللي في بابكو عبارة عن سيلان، هي ما أدري 15 آنة ما كم يدفعون لهم، ما أعرف بالضبط هذا المبلغ الزهيد، كان هو عبارة عن السيلان اللي يغديهم اللي بس عشان يعيشون. فتصور تأتي لحظة من اللحظات أن كلكم برا العمل أو أكبر عدد منكم خارج العمل. فهذا خلق اتحاد مؤثر لدرجة أن طلاب المدارس خرجوا، المزارعين خرجوا في الشوارع. مو المزارعين، أنا بذكر لكم قضية ولو أن هذه القضية شوي يعني ممكن فردية. الشيخ جاسم قنبر ممكن سمعتوا به، هو كان طبعا من ضمن الأشخاص اللي تم عليه إطلاق المستعمر، طلق عليه النار، كان طالب مدرسة أطلق عليه النار في مظاهرة المنامة في 65، أصاب رصاص، اعتقد 3 رصاصات. كان يتكلم يقول إن شيء الغريب إن ما حد بقى، حتى النسوان خرجوا، النسوان خرجوا في الشوارع يحاول يغيثون ويساعدون المتضررين، وأصبحت حالة وطنية غريبة. يقول هو كان يتكلم عن مشاهدة الفردية، إن هناك يعني تضامن، يقول لم يشهده تاريخ البحرين في هذه اللحظة الحاسمة. إذن هناك واقع يؤكد إن هناك تمازج بين والتقاء حقيقي بين الوطن، بين العمالية، الحركة العمالية والوطنية. أنا فقط بغيت أضرب هذا المثال في الرخاء، كيف يكون عندما يكون هناك تفاهم وارتياح شعبي، وهذا الارتياح بين أفراد الشعب دون فواصل أو دون تصنيف. تكون أيضا يكون هناك التقاء بين ما هو وطني وهو عمالي. في 2010
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين دعا الجمعيات السياسيه من ضمنها طبعا المنبر. اتذكر حتى ان الاستاذ حسن مدني هو لقى الكلمه ذيك اليوم في مسيره الا لقمه العيش. هذه المسيره طبعا كانت مسيره استثنائيه، خرجت من راس رمان الى باب البحرين، وكان الحضور صراحه جدا متميز. طبعا انا كنت جايب بعض الصور بغيت اعرضها على الباوربوينت بس مع الاسف ما يركب الكمبيوتر، صور ممكن اتذكركم بهذه اللحظه لان الصور صراحه فريده جدا. كل الجمعيات السياسيه شاركت فيها دون استثناء بما فيها الاصاله والعربي الوسط العربي وغيرهم، يعني كل الجمعيات دون استثناء، وتم تجميعهم في الاتحاد في قاعه الاتحاد لحد الان اتذكر، حضروا دون استثناء كل رؤساء الجمعيات وقالوا لابد نصدى الى سالفه رفع المحروقات. وفعلا اتجمعوا واخذوا قرار وخرجوا هذه المسيره، وكان لها التاثير بايقاف هذا القرار. بغيت اقول ان حتى في الرخاء عندما يكون هذا الرخاء في انصاف وفي تفاهم على مصلحه وخدمه الانسان البحريني بشكل مطلق، ليس فيه تصنيف ان هذا طائفه فلان او طائفه فلان، حزب فلتان يساري او وطني او قومي، يكون الاتقاء مجدي بما هو عمالي وما هو وطني. طبعا في صور جميله ان شاء الله نلتقي مره اخرى او ممكن تشوفونها انتم واحد. بغيت فقط اختم بمسيره تكررت 3 مرات وهي مسيره بتلكو. تنفصل مجموعة من عمال بتلكو، وكان هناك مؤمل على أن يفصل 150 شخص من بتلكو. الاتحاد قام ب3 مسيرات، أهم مسيرة منها اسمها مسيرة لا لفصل العمال. هذه المسيرة انطلقت يوم الجمعة 26 يونيو 2009 وتكررت 3 مرات، وكان فعلا كان لها الأثر في إيقاف هذا المشروع وعلم تكملته بحيث أن يفصل 150 عامل. كانت حركة جيدة. بغيت أقول أنه كان هم عام وكان الحضور أكثره ليس فقط عمال، في كثير من النساء والطلبة كانوا يحضرون وإسر العمال كانوا يحضرون. إذن احنا محتاجين في أيامنا هذه إلى أن نلتقي معا كعمال و ساسة أيضا لهم علاقة مع فصل ما هو سياسي وما هو نقابي بما يخدم المصلحة العمالية، وهذا كلام فيه كثير لا أريد أفسره. بختم فقط بكلمة نهائية أريد أقول ليش الحركة العمالية حاليا ضعيفة لا تستطيع أن تصل إلى هذه المرحلة اللي أتكلم عنها من شوي. في أسباب عديدة بذكر بعض الأسباب بشكل سريع. السبب الأول إن الحركة العمالية في البحرين لا تغطي، الحركة النقابية في البحرين لا تغطي جميع عمال البحرين، تغطي جزء صغير جدا. أولا أنها في القطاع الخاص وتغطي من القطاع الخاص جزء صغير، وكذلك القطاع العام خارج من المعادلة. هذا سبب من الأسباب اللي يخلي الحركة العمالية ضعيفة لا تستطيع أن تصل إلى قوة القرار الفاعل، وهذا واقع مو مجاملة. ما أريد أجامل، أعطي الحركة العمالية اليوم زخم قوي وبحيث أن يعني أعطيها ما ليس فيه فيه يعني. الأمر الآخر إن كان مؤمل للحركة العمالية أن تسود وأن يكون لها نصيب أكبر مما هي فيه، ولكن مع الخلل اللي صار من في السياسي أثر جدا وأضر بالحركة النقابية. الحركة النقابية اليوم متذبذبة غصبا عنها، لأن هناك الكثير من الأمور لازم أن تراعيها في القرارات. أضيف إلى ذلك كله أن مع الأسف الشديد أن لا زال مستوى البحرنة ليس بالمستوى المطلوب، وهناك هواجس مخيفة لإشراك كل العمالة الوافدة، لأن إشراك العمالة الوافدة سواء من الحكومة درجة أولى، وزارة العمل أبدت مخاوفها والتجار أبدوا مخاوفهم عندما يتم تأسيس اتحادات إلى
الأعمال الوافدة ستكون هناك اتحادات أجنبية، والاتحادات الأجنبية يمكن لها تأثير سياسي أو ما أشبه ذلك في القرار أو في إضراب أو ما أشبه ذلك. ونلاحظ إحنا الإضراب اللي صار في دبي اللي سكر الشوارع مع سالفة برج خليفة، فصار ضجة كبيرة أن تم تسفير كل العمال الذين تظاهروا أو معظمهم إن لم يكن كلهم. كان في تخوف، هذا التخوف هو اللي يشغل الطرف الآخر. الأمر الآخر، الحركة العمالية عندما لا تكون وطنية كيف تستطيع أن تأخذ مواقفها ومحلها الواقعي؟ عندما يكون أكثرهم مواطنين كيف تؤثر في القرارات الوطنية التي تبني الوحدة العمالية أو تسجل مواقف تخدم الوطن؟ أكتفي بهذا المقدار. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.